تخيل عالم بلا شمس، بدون ماء وبدون تكنولوجيا، حروب ما بتشبه أي شيء شفناه من قبل. العالم عم ينقلب رأسا على عقب، وقرارات ممكن تغير مستقبل البشرية للأبد. يا ترى إذا قامت حرب عالمية ثالثة شو رح يصير؟ اليوم رح نحكي عن أغرب وأخطر الأمور العلمية يلي ممكن تصير إذا الحرب العالمية الثالثة اندلعت. استعد لأنه هالفيديو رح يفتح لك عيونك على سيناريوهات ما بتخطر على بالك. مرحبا، كتير عم يتم تداول خبر انه ممكن يصير حرب عالمية ثالثة، وطالما هالحرب عالمية فغالبا النووي موجود فيها، وباعتبار نحن منحكي المعرفة والقصة رح نحكي بس عن اغرب الظواهر والاشياء اللي بتصير لما تحصل حرب عالمية نووية. أول ظاهرة ممكن نشوفها هي ظاهرة الشتاء النووي. هاي الظاهرة المرعبة تحصل لما حرب نووية كبيرة بتشعل الحرائق، تنطلق كميات ضخمة من الدخان الأسود على السماء. هذا الدخان بيغطي الغلاف الجوي وبيحجب الشمس لأسابيع أو شهور، وبيحول الأرض لعالم مظلم وبارد، فدرجات الحرارة بتقل بشكل كارثي، والزراعة بتنهار، والملايين بيموتوا جوع. العلماء بيحكوا إنه 100 قنبلة نووية فقط ممكن تسبب مجاعة عالمية تقتل المليارات، والأغرب إنه هاي الكارثة ما أنا مجرد نظرية. فبعام 1815 بركان تامبورا بأندونيسيا انفجر وأطلق غبار غطى السماء، وتسبب بما يعرف العام بدون صيف. المحاصيل فشلت والناس ماتوا من الجوع، وكل هذا كان مجرد أثر طبيعي، فما بالك بكارثة من صنع البشر. الأدلة العلمية بتحذرنا إنه الشتاء النووي ما هو مجرد خيال، بل هو خطر ممكن يصير بلمح البصر إذا اشتعلت الحرب العالمية الثالثة. الإشعاع النووي ما بيخترق المباني والأجساد فقط، بل ممكن يوصل لأعمق جزء فينا يلي هو الحمض النووي أو الـ DNA. والعلماء بيأكدوا أنه قوة الإشعاعات النووية تعمل تغييرات مخيفة اسمها الطفرات الجينية، يعني الحمض النووي بيتغير بشكل دائم، وهاي التغييرات ممكن تورث للأجيال اللي جاي. فبعد قصف هيروشيما وناكازاكي، الناس يلي نجوا ما خلصوا من المأساة، وأطفالهم انولدوا مع أمراض غريبة، نسب السرطان ارتفعت بشكل مخيف، وحتى في أمراض ما كانت معروفة وظهرت فجأة. وبدراسة من مجلة ساينس تحكي انه الطفرات يلي كانت بوقتها ما كانت مؤقتة، بل انتقلت للأجيال يلي بعدها. خلينا نشوف كارثة تشيرنوبل. الإشعاع بهالكارثة ما توقف عند البشر، بل وصل للطبيعة نفسها. الطيور الموجودة حوالي المنطقة صار لونها غامق أكثر لأنه طورت نوع حماية ضد الإشعاعات، وحيوانات صار فيها تشوهات غريبة مثل أرجل إضافية أو أجسام مشوهة، وفي نباتات صارت تكبر بأشكال ما لها تفسير. العلماء لسه عم يدرسوا إذا الإشعاع ممكن يكون عم يسرع التطور بس على حساب حياة مليئة بالمخاطر. السؤال الكبير هون، هل رح نشوف جيل من البشر بصفات مختلفة تماماً عنا إذا حصلت حرب عالمية ثالثة واستخدموا فيها النووي؟ المياه يلي هي شيء متوفر وضروري للبشر صارت اليوم كنز العالم الجديد. العلماء بيسموها الذهب الأزرق، وبيحذروا بأنه رح تكون سبب الحروب القادمة. تخيل أنه كل المياه يلي منشرب منها بالعالم ما بتتجاوز 3% من مياه الأرض، و70% منها محبوس بالجليد. واليوم مليارات الناس عم تعاني من نقص المياه النظيفة، ومنظمة الأمم المتحدة عم تحكي أنه إذا ما تصرفنا بسرعة رح نعيش صراعات أعنف من اللي شفناها على النفط. بمنطقتنا حالياً الصراع على نهر النيل بين مصر وإثيوبيا ممكن يشتعل بأي لحظة بسبب سد النهضة، وبحيرة تشاد انكمشت بنسبة 90% خلال عقود قليلة، وهذا الشيء خلق صراعات دموية بين المزارعين والرعاة، أدى لظهور جماعات استغلت الفوضى لأمور تخريبية. والشيء المرعب أنه بالكوارث النووية مثل هيروشيما وناكازاكي صارت المياه ملوثة بالإشعاعات وما عادت صالحة للشرب، وهالشيء خلى الناجين يعانوا سنين طويلة من أمراض قاتلة. السؤال يلي لازم نسأله، إذا اليوم القتال على النفط شو راح يصير إذا المياه نفسها راح تختفي؟ هل راح تتحقق المقولة رحنا بشربة مي؟
العالم يلي منعرفه اليوم ما منتخيله بدون انترنت أو جي بي اس، ومع هيك الهجوم على البنية التحتية الرقمية ممكن يدمر كل هالتكنولوجيا. بدراسة من وكالة الأمن القومي تحكي إنه إذا تعرضت الشبكات الرقمية لهجوم كبير ممكن نعيش بدون انترنت لأشهر ونرجع لزمن ما قبل الانترنت، يعني تدمير للاقتصاد والاتصالات بين الدول. وإذا فكرنا بحروب سابقة مثل حرب الخليج بعام 1991، بوقتها تكنولوجيا الاتصالات تم تدميرها بشكل مقصود وتسبب بانقطاع الكهرباء لأشهر ببعض المناطق. وبحادثة تشيرنوبيل انقطاع الكهرباء بأوروبا الشرقية كان واضح جدا وأثر بشكل كبير على حياة الناس. حتى بحرب الفوكلاند بسنة 1982، بالوقت يلي ما كان فيه انترنت، اضطروا العسكريين انه يعتمدوا على الراديو والأقمار الصناعية للاتصال. هاي الحروب كانت تتأكد انه إذا فقدنا التكنولوجيا رح نرجع لأيام أكثر بساطة مع صعوبات أكثر. فإذا الحرب النووية بدأت اليوم، في كتير مننا ما رح يعرف كيف يواجه العالم بدون انترنت وبدون كهرباء، وكأنه عم نرجع للماضي للعصور المظلمة. في فكرة غريبة عم يتم طرحها بسبب تزايد الحروب على الأرض، وهي فكرة الهروب إلى الفضاء. وعم نشوف مشاريع حقيقية بالوقت الحالي مثل مشروع إيلون ماسك يلي عم يحاول يحقق حلمه بإنشاء مستعمرات على المريخ، وهالخطة إنه بحلول عام 2050 رح نتمكن من العيش على المريخ بمدينة مستقلة. وناسا كمان عم تشتغل على مشروع أرتميس ويلي هدفه إنشاء قاعدة على القمر وبعدين الانطلاق منها إلى المريخ. بس السؤال الكبير، هذا الشيء حل أو وهم؟ إذا رجعنا لزمن الحرب الباردة، كان الفضاء جزء من السباق النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، مو بس على الأرض وبالفضاء كمان. وبسنة 1957 السوفيت أطلقوا سبوتنيك 1، أول قمر صناعي، وتسببوا بحرب جديدة وهي سباق الفضاء. القصة الغريبة اللي عم تتداولها بعض المصادر تحكي كيف كانت التقنيات الفضائية مثل أقمار التجسس والصواريخ العابرة للقارات هي نتيجة مباشرة للبحوث العسكرية بزمن الحرب. فهالشي بيعني إذا وصلت الحروب للمدى يلي بيدمر الأرض، هل الفضاء رح يكون مكان جيد ولا هو مجرد حلم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. إذا صار في حرب عالمية ثالثة رح نرجع على الاقتصادات المحلية، يعني كل دولة بتعتمد على الانتاج المحلي وما عاد فينا نعيش على سلاسل التجارة العالمية يلي متعودين عليها. ورح تتسبب الحرب بكارثة ضخمة على العالم، رح نشوف الدول عم تغلق حدودها وتوقف التجارة، ورح نكون مجبورين على الاعتماد على الموارد المحلية فقط. مثلا بالحرب العالمية الثانية شفنا كيف العالم ممكن يرجع للاكتفاء الذاتي. بريطانيا بوقتها اضطرت تزرع بكل حديقة صغيرة حتى تأمن المأكولات. وبالحرب الكورية وبحرب فيتنام كان في تأثيرات اقتصادية هائلة على سلاسل التجارة. فإذا صار حرب نووية كل شيء رح يتوقف، رح تكون الحياة أصعب بكتير ورح نتعامل مع تحديات جديدة. بتمنى هذا الكلام ما يصير وتستقر الأوضاع وتنتهي الحروب، ولكن أنا واجبي أني أحكي الجوانب المعرفية وخبركم باللي ممكن يصير. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. شوفكم بالفيديو الجاي، عم حضر لكم موضوع كتير ممتع. سلام.